مقدمة قرب الدعم. يا مرحبا سم. الفايز منو؟ خلها برا، أعلنها برا، أفضل أفضل. فيصل شوفوا عيال إذا باقي أحد تكفون. حلوة لبي عيوني. الله الله. أبجيك بس باخذ اللوحة. باخذ اللوحة. يا مرحبا والله ومسهلا. ويعذرونا عقصور، والله انه مو بحقكم، اقسم بالله انه مو بحقكم، وانكم تستاهلون اكثر من كذا. روقوا تقهووا، عينهم الله خير، جلستن طال عمركم، الواحد يبي يكيف فيها، يبي تقهوى بالمنظر الجميل. سم يا سلام. في ترى رساله لكم يا اخوان، يقول لنجوم برنامج كاريزما: انتم من يصنع نجاح النسخه، وأنتم من يبقيها ويرسخها في الأذهان. الإعلام أمانة، قدموا ما يرضي الله ثم يرضيكم، واصنعوا لكم أثر طيب يذكر على مر السنين. ختاما تذكروا قول الشاعر: إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. من جبال نايف ثامر. الله يبيض وجيهكم يا الجبال ويرحم والديكم. أقسم بالله يدي ما أذكرها إلا شهر العسل. استهلون والله. لبيه وجهك يا ابو علمان. وجهك عاد متعدي مناحي. شكرا فريق دعمك على الجلسه الاكثر من رائعه الامانه. ثاني شيء كفيت ووفيت، اتحت الفرص للشباب، كل واحد طلع موهبه جديده غير عن اللي متعود على نفسي فيها، وابدعت يا خالد. يا حبيبي شكرا كل الشكر. انا علقنا قبل شيء على جروب دعمك وشكرناه هناك، لكن للامانه واتكلم بكل شفافيه، الترتيب ذا والشغل ذا عالمي جدا، من غير قصور في العيال اللي جابوا لهم اشغال. الشيء اللي نشوفه قدامنا واضح انهم متكلفين جدا جدا، فالله يبيض وجيههم وبيض وجهك. وشكرا لهم انت بما انك اعطيتني خبر انه انا ومحمد مسفر تم اختياري من ضمنهم هم، ولنا الشرف ان نكون احنا في اللجنه. فجروب الدعم جروب دعم نايف ما قصروا، بيض الله وجيههم. وارجع واقول اللي نشوفه قدامنا هذا شيء غير عادي، والله يكثر خيرهم ولا يهم. ولا هو بحقكم. امني قايل لك نايف كل شيء فارق. نايف اني صاد والله. ابو اعلنتوا الفايز؟ اصبر اصبر يا نايف. ها لبيه. اولا انا حاب اشكرك انت يا نايف خفيف نفس، والله يطول في عمرك. بالنسبه لفريق دعمك الله يعطيهم الصحه والعافيه، اندلدل على ان وراك محاجم، الله يرحم شايبنا جابك ويطول في عمره ان شاء الله. وحاب ان اشكرك واشكر جميع اخواني المتسابقين، والشيء ذا والله ما هو بسيط، مثل ما قال عبد الله الحربي انت قدمت شيء لجميع المتسابقين، هم يظنون اللي عندهم بشكل بسيط وخفيف، وجينا هنا وحصلنا ذا الترتيب. الله يبيض وجيههم. ترى بعض الناس يحسب ان الشيء ذا بسيط، لا والله تراه مكلف، ويجي من بعيد، وهنا خط وهنا طريق وهنا ترتيبات. الله يرحم والديك ويطول في عمرك وبيض الله وجهك. تستاهل كل خير. لبي عيوني سم. لبي عيونك. موت فيك. اكلوا الربع امر الله بس عادي. سموا الربع. انت يا نايف سمو. كلها أسرق. طيبه. انت يا نايف شهادتي فيك والله مجروحه. الله يرحم والديك. اعيدها واكررها انك قريب للقلب جدا. حبيبي صراحه تفاجئنا، شكرنا هناك على الفقره. وجينا هنا يا طويل العمر تفاجئنا من اللي قدامنا. صراحه انت مبدع، ولولا طيبك ولولا علومك الغانمه ما سووا ذا السوا. فانت تستاهل كل خير والله يا رب. سموا الربع ما عندكم الا حلالكم، استمتعوا جعل والله ما يستانس غيركم والله العظيم. سم الفائز يلا يستاهل والله والله اني يستاهل. طبعا الجائزه قيمه سهم من الوقف مقدمه من جروب الدعم لاكثر شخص حصل على اعلى تقييم هو فيصل بن علمان. يستاهل يستاهلون الطيب والله. جائزته سهم مقدم.
في الوقف مقدم جروب الدعم. الله يعطيكم العافية جميع ولا قصرتوا. الصوت يا أخوان بس. الله يعطيكم العافية ولا قصرتوا، وهذا هذه الهدية اللي تستمر مع الواحد في دنياه وفي آخرته. صوت يا رب. وهذا أكبر هدية أنا أشوف إنها تجي من محبة وتجي من غلا. الله يرحمه. والشيء اللي هو يستمر مع الواحد يعني الدنيا حتى لو تهدي له ما تهدي له، تهدي له لو تهدي له سيارة مصيرها سنة سنتين ثلاث سنين ورايحة، لكن الهدية ذي لمن جاء يوم ما عاد منه مصد عين الرجال هدية رفيقه اللي يحبه منقذته إن شاء الله صوب الجنة، عسى الله يكتب لنا وإياكم إياها. الشيء الثاني أنت الله يبيض وجهك يطول حياتك، يكفي محبة أخوياك لك وأخلاقك الطيبة ومعاملتك الطيبة، والشيء هذا ما حنا مستغربين منه. أكرمك الله يعطيكم العافية ويرحم والديكم جميعا يا حبيبي أبو علمان. بيض الله وجهك ووجهك. بيض الله وجهك. أنت الحين نفس ولا أمورك تمام الحين؟ لا الحين طيب بالعافية الربع. نمبر 2 وينه؟ نمبر 2 بيجي بيجي. قريب قريب. والله اقسم بالله ترتيب انا بقعد اتفرج كذا ما بياك. والله مو تكتاك. والله العظيم. والله شيء غريب. اول مرة اشوفها. لبي بجيك. بسم الله. بدون العيال والله شوف شوف. الكاسات ما ادري ايش اسمها هذه صابين فيها شوي يعني ايش النتيكيت. لو انه ما في البث كان. لا لا طبعا سالم اخر واحد يتكيت في الموضوع. تبقى هواء؟ شوف سالم قهوه. تبقى هواء شيخ؟ سالم لا لا بس. شوف سالم. عبد الله. ما يصلح ما يصلح. يعورك بطنك يا سلطان. ما بعطيك العافيه ابو ثامر يعني. ما بعطيك. ابي قهوه بس قهوه. اجلس. ابي قهوه. هذا اللي فوق. حلوة ها؟ نص لا لا الليلة إذا بيقعد موجود إلى متى؟ متى تبيها؟ كم تبيها؟ أسبوع؟ جاء في بالي فكرة، طبعاً أنا الوحيد اللي أفكاره تجي في اللحظة. جاء في بالي فكرة لعبة جميلة جداً. تم. يا سالم. أشكرك. الله يطول عمرك. الله يسلمك. ما نفضل. تراهم قروم الدعم والله هم اللي مختارين الأسماء. يساعدوننا بشكل مستمر ما نفضل أن نرد لهم. ولا كسرهم هالبقية. يستاهلون كلنا واحد. بلا قهوة. أبو عمر. أعطيني يدي اللي فيها جبنة. الله يجعل فيها العافية. ابن اخي وجهك يا شرب السعد لا والله مالك ترى عادي يجيب الرز والله شفت المكان ذا متعشى فيه والله حرام لازم نحلله لقيت كذا على قمره كم مدير ها على قمره والله ما ادري من انت ابو جذع متى تبيها تبي طول البرنامج لك والله كم عندي خطر اعطني اعطيتك والله ما ادري من هو لكن قريب قريب انا طبعا كنت عارف انا صوتي دي عجبتني صراحه نمبر 2 شك الصوره ها اوه لازم شوف النوعيه دي انا اعرف شرحت لك خلوه يا راجل والله زينك سمنت والله ها زينك سمنت ليه شاف خشمك زين مناحي غريبه هذه يا الربع وخيرك يا حبيبي والله مو بحقكم والله كثر خيرك وخير جروب دعمك الانيقين اقسم بالله لبيك ما شاء الله اخس صارت لك بشوكه